طبعا احنا التقينا يعني التقيت كل واحد منهم يعني قاعد عند المكان السؤال هو اول مره يعني الاخري يقف مثلا الكريم كل واحد اخذ فكره على اللحن الحين قاعد على التنادي نشوف رايكم اساسا موافقتكم على عمليه تنفيذ اللحن شرح ف قبل كل شيء انا بسمع الاخ لطيف سمعنا الكلام انا اتفقت وياه ان في تغيير بعض الكلام في ففي الكلام اللي انت سمعته اولا في تغيير شوي بسيط فممكن اذا اخ لطيف يقول لنا عشان يقول لك تغيير طبعا الكلام بعد التصريح وصلنا الى الشكل هذا هيدو اول كمل هيدو لم يكمل زرق القناي راكبين جمال سمر الملاعب قنا والامار حلو يا حلو الاسم كويتي والله ابو اللعب كويتي كبليهات يا حامل الغايه نصر بلادي قايه يا اسم من كتب كويتي بحروف ذهب كويتي يا ابو كره واعده العب وحاور فيها حاور ولا خطا كويتي سجل الهدف كويتي بعزم شباب بلادي عبرنا وادي وادي يا فخر لنا كويتي أصلي معدنة حلو راح أسأل أسمعكم مرة على الأغنية يعني أنتوا فاكرين هل تقدموا معي لكن إذا في اقتراح ممكن بس أنا بصور كل واحد ممكن. كل واحد ممكن.